40 يوم. فقبل المعسكر بيوم، لأن بين الكلمة وبين المعسكر يمكن يومين أو ثلاثة. فقبل المعسكر بيوم قلت قابلت أبو تركي في النادي، ما كنت أعرفه جيد، لكن أبو تركي مدرب كاراتيه. أبو تركي وش سويت بي البارح؟ قال ليش؟ قلت يا أخوي والله ما قدرت أنا من الكلمة اللي أنت قلتها. لا إله إلا الله. قال هذه إن شاء الله علامة خير. الله. أنتم وش أخباركم؟ قلت والله حنا بكرة أو بعد بكرة الصبح رايحين البرازيل، عندنا معسكر. وين اجتماع؟ قلت اجتماع في بيوت الشباب، الساعة 7 بيتحرك الباص من بيوت الشباب إلى المطار. الساعة 7 والأتوبيس متحرك، لقيت هالرجال واقف عند بيوت الشباب على قدميه. فتحت الشباك، هلا أبو تركي. قال هذا هدية لك، اقرأ في البرازيل. أعطاني كتاب اسمه قصص الأنبياء لابن كثير رحمه الله. وهذا الكتاب أول كتاب ديني أقرأه بحياتي ذاك اليوم. لا إله إلا الله. فرحت البرازيل، جلست في البرازيل أسبوع وتغيرت شخصيتي باختصار. ابتدأت يعني أفكر فيما وراء الدنيا. الموت كما يقال حير الفلاسفة وأعيا الأطباء، إيش بعد الموت؟ هذا سؤال كبير. والموت والجنة والنار وسائل وعظية رهيبة جدا لو أحسننا استغلالها. بعض الناس يقول لك يعني يا أخي لا تضيق صدرنا بذكر الموت. لا إله إلا. في بعض المجالس أحيانا يقول يا أخي لا خلنا مبسوطين ولا تنقص علينا. يا أخي الموت وإن كان يعني هو مخيف أو المقابر فيها وحشة، لكن الموت ترى فرحة للمؤمن. صحيح. يمكن بعض يستغرب وش هالكلام. لا، الحين الجنازة إذا قدمت كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الجنازة صالحة تقول قدموني قدموني. مستعجلة تبي تقابل الله عز وجل، تبي تقابل النعيم اللي ينتظرها. وأيضا في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا سأله الملكان ورأى وبشر بالجنة فيقول أعيدوني إلى الدنيا أبشر أهلي. الله سلام. يبي يرجع يقول له هل ترى فزت بالجنة ونجيت من النار؟ فيقال له أسكن، خلاص ما عاد في رجعة للدنيا. الله الله. فالموت وسيلة عظيمة. هذا الرجل أنا مدين له لأنه سبب هدايتي. ما شاء الله تبارك الله. ويشهد الله ما بيننا والله لا تنسيق ولا ترتيب ولا نبي شيء من أحد من الناس، ولكن يقولها كلمة إن شاء الله إنها لله عز وجل. أنا هني الشيخ صالح صراحة يعني، والإنسان يعني إذا يحتسب هذا الأجر الدال على الخير كفاية. صحيح. فإن شاء الله في كل صلاة وكل ذكر وكل عبادة وكل نصح لك في ميزان حسناتك، في ميزان حسنات الشيخ صالح، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشيخ صالح. وسبحان الله، شوف الكلمة اللي من قلب تصل إلى القلب، وانت تقول أنا مرت علي الكلمة من هنا اي في وقتها خلاص، لكن سبحان الله وجدت لها مكان. صحيح. والبذرة الطيبة ما شاء الله يا شيخ عادل، الله يبارك فيك، يعني وجدت مكان ولو بعد يعني حين يعني ولو بعد وقت، لكن سبحان الله شوف الآن جميع خطبك جميع كلماتك لقاءاتك نحسبه والله حسيبه في ميزان الشيخ صالح. وأنت ما شاء الله ما شاء الله لك بصمتك ما شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك ما شاء الله. آمين. أسلم يا شيخ عادل. في أي أنا أقول أيضا يعني من فائدة هذا الموضوع أهمية الكلمة يا شباب، الكلمة الطيبة الصادقة مثل ما ذكر أخوي أبو عبد الله. أحيانا ولا والله مر بهذه يعني البطل عزام، وعندي عزام ما شاء الله صعوبة التعلم لكنه ما شاء الله متفوق ما شاء الله تبارك الله، وأنا أحرص على حضوره دائما. يا سلام. فأحيانا تخبر الجيل هذا الآن في جوالات وفي برامج ما يعني غير مناسبة، فأحيانا نجي بالصياح يا ولد يعني عرفت يعني إن شاء الله ما في ألفاظ، لكن يبقى فيه نوع من الحدة والشدة. لكن سبحان الله مثل ما قال أبو عبد الله الطيب والحكمة في التعامل وكسب القلوب يعني جدا مهمة خاصة لأجيالنا القادمة.
صحيح. التعامل معهم. أنا حقيقة أذكر وين كان، لكن يعني